تذكرون دول المحور في الحرب العالمية الثانية التي حاربت الغرب وكادت تنتصر لولا أمريكا، وهي ذاتها في الحرب العالمية الأولى كانت قاب قوسين أو أدنى من النصر لولا تدخل أمريكا. لقد عادت من جديد لكن بلاعبين آخرين، بينما عدوها ظل ثابتا. وفي هذا التقرير الوثائقي سنحكي لكم قصتها وحربها الجديدة وحظوظها بالنصر هذه المرة. أسفل هذا العنوان الذي تشاهدونه لصحيفة الفورين بوليسي الأمريكية، وهي الصحيفة التي ترجمت اسمها الشؤون الخارجية، وهي تخرج دوما ما يدور في خلاجات الغربيين وصناع السياسة فيها. تقول الفورين بوليسي في عنوانها هذا بما معناه: محور الاضطرابات أو الانقلابات، كيف يتحد أعداء أمريكا لقلب النظام العالمي؟ وتاليا سنخبركم من هذه الدول التي سمتها الصحيفة، لكن قبل ذلك نود إخباركم أن الصحيفة المرموقة حذرت أمريكا والغرب من أن خارطة العالم الجديد بدأت ترتسم بوضوح، والتحالفات تعدت حدود الورق وبدأت تطبق على أرض الواقع. وتذكر الصحيفة مثلا في المقدمة تقول فيه إنه في مطلع العام 2024 شنت روسيا هجوما صاروخيا على مدينتي كييف وخاركيف الأوكرانيتين، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وحرق عدد من المباني وتدميرها. يقول تقرير الأمريكيين أن الخسائر لم تكن هي المهمة في هذا الهجوم، وإنما ما ظهر فيه، حيث لم تكن روسيا وحدها، فالأسلحة التي استخدمها الروس كانت مزودة بتكنولوجيا صينية وصواريخ من كوريا الشمالية ومسيرات إيرانية، ومن خلفهم دعم وفرح في دول أخرى من إفريقيا حتى أمريكا اللاتينية. أي أن روسيا لا تقاتل الغربيين وحدها، وإنما من خلفها حلف وحلف قوي أعيد تسميته بالمحور. أما عن دوله فمن دون شك روسيا في المقدمة، وهي رأس الحرب ومن تقود، وكتفا بكتف تقف معها الصين التي وإن تفوقت على موسكو بالاقتصاد والعدة لكنها ليست جاهزة لتكون في المقدمة، وسنأتي على تفصيل هذا لاحقا في متن هذا السرد. أما عن الدول الأخرى التي تقف خلف هذين العملاقين فهم إيران بلا شك، والتي ظلت معزولة لسنوات بفعل العقوبات الأمريكية والحصار الغربي، وتريد أي فرصة للانتقام حتى لو صارت مغمضة العينين خلف موسكو وبكين. ومعها أيضا كوريا الشمالية، البلد الانتحاري في شرق قارة آسيا، وأيضا دول في الشرق الأوسط روضتها طهران كسوريا واليمن أو نصفه على الأقل، والعراق أو نصفه على الأقل أيضا، ولبنان أو نصفه على الأقل. كذلك دول أخرى تمددت فيها روسيا كليبيا أو نصفها، والسودان أو نصفه، بالإضافة لإفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو ومالي والنيجر. هذه دول باتت تسير على الموت مع روسيا، ولا تقف حدود المحور هنا، بل تعبر المحيط الأطلسي وصولا لفنزويلا. كل هذه تسمى الآن دول المحور بنظر الغرب، وقد يئس من محاولة استرجاعها وباتت دول مواجهة. في هذا التقرير لصحيفة الغارديان البريطانية تتحدث الصحيفة عن الأسباب التي مكنت بوتين من تغيير روسيا ومعها العالم أجمع، ومن ضمن ما ركزت عليه الغارديان فهي تقول إنه حطم نموذجا أو صورة خيالية كانت مرسومة للغرب ولأمريكا تحديدا بأن لا أحد قادر على هزيمتها. ففي عز ما كانت تسميه واشنطن الحرب على الإرهاب، وحين شنت حربا على أفغانستان والعراق، شن بوتين بعدها حربين كبيرتين أخضع فيهما دولا كبرى كجورجيا وأوكرانيا، وهو بذلك جعل نفسه شريكا بالقوة الظاهرة في العالم والتي كانت تحتكرها أمريكا، وهذا شجع دولا أخرى على أفكار مماثلة على رأسها الصين. ويصيب التقرير بالتحدث عن أمور أخرى مثلت بارقة أمل لدول كانت لا تجرؤ على القيام بها، فالرجل حين شن حربه على جورجيا لم يكن يقصد فقط تأديب جيرانه الجورجيين، وإنما كان يشرع ببناء طريق جديدة سيقسم العالم إلى نصفين، وهذا ما حصل. فبالنظر لخريطة العالم الجديد ودول المحور الجديدة
تجد أن الرجل فعليا ولأول مرة وضع خطا جديدا للصراع القائم فيما مضى بين شرق العالم وغربه، حيث أصبح الصراع الجديد بين جنوب الكرة الأرضية وشمالها، وهذه أول خطة في تغيير العالم وبناء الحلف الجديد. والخطوة الثانية لم تكن لتقل أهمية، فبوتين كرس صورة وفكرة أن الدكتاتور بإمكانه أن يصنع نفوذا وقوة لبلاده، وهذا بعكس الدعاية الغربية التي تتحدث عن الديمقراطية والحرية. فالصين تجرأت على الحلم وهي الدولة الشمولية، وكذلك إيران وفنزويلا وغيرها. كل هؤلاء صورتهم أمريكا لعقود على أنها دول فاشلة بسبب غياب الديمقراطية، وما فعله بوتين أنه حطم هذه الصورة. ومن سنن بوتين التي سنها بكوكب الأرض أيضا هي مشروعية غزو الدول، وهذه فكرة احتكرتها أمريكا لنفسها منذ أفول شمس الحرب الباردة. وفقط بعد بوتين تجرأت بكين على تهديد تايوان، وكوريا الشمالية على تهديد شقيقتها الجنوبية، وإيران على خوض حروب وصلت إلى اليمن. أما الخط الأحمر البارز الذي كسره بوتين وشجع البقية، فهو كان تحدي الناتو أقوى حلف في تاريخ الأرض. فروسيا وحدها من تجرأت على قتال الناتو ومنفردة بداية دون أن تخشى أكبر تجمع لأقوى جيوش التاريخ. ويضاف لهذه الأسباب فكرة بريكس التي دشنها بوتين مع حليفته الصين، وقرر فيها تحدي الهيمنة الاقتصادية للغرب، وهو الذي تحداهم سياسيا وعسكريا. ولن نغفل أيضا أن الرجل غلف كل ذلك بأفكار جديدة، والحقيقة هي أفكار قديمة لكنه حمل سيف الدفاع عنها، وهي فكرة الدول المحافظة التي تعادي الأفكار الغربية التحررية الجديدة، كما هو الحال في قضايا المثليين والعائلة وغيرها. وبهذا تحول الرجل إلى أيقونة المحور الجديد والجميع يسير خلفه، بما فيهم العملاق الصيني. ومن هنا نفهم لما بكين تركت القيادة لبوتين حتى لو مؤقتا. لعل هذا قد يكون الجزء الأهم والمنتظر من هذا التقرير الوثائقي، أي الحديث عما قد يفعله المحور الجديد وهل يسير بطريق المحور القديم. فمعلوم أن دول المحور القديم في الحربين العالميتين الأولى والثانية قررت مقارعة الغرب الذي تتزعمه أمريكا وبريطانيا وفرنسا، ولكنها منيت بهزيمة كبرى. والمفارقة أن بذلك الوقت كانت روسيا والاتحاد السوفيتي بصف حلف الغربيين، لكن الآن روسيا هي من تتزعم الحلف المناوئة أو دول المحور الجديد، وفي هذه أفضلية، ولكنها ليست الوحيدة. فالحلف الجديد يتسلح أيضا بالصين ثاني أقوى اقتصاد على كوكب الأرض، ويتسلح أيضا بنووي كوريا الشمالية المنفلت وغير المنضبط والجاهز للتضحية والفداء، وكذلك بما يمكن تسميته انتحارية إيران المالكة لكثير من العناصر البشرية الجاهزة للموت في سبيل المرشد وعقيدته. وأيضا يتمتع الحلف الجديد بموطأ قدم في عقر دار الأمريكيين وحديقتها الخلفية، أي أمريكا اللاتينية. والحديث عن فنزويلا التي لا ينفك رئيسها عن تكرار جملته الشهيرة: بوتين أعظم رئيس في العالم. ويضاف إلى ذلك كله قيادة المحور الجديد وروسيا لثورة إفريقيا الجديدة على المستعمر الغربي. إذن هو حلف بإمكانيات وقدرات وأعداد وأشخاص ودول جاهزون للتضحية والفداء، وما يتبقى فقط أن يطلق سيد المحور رصاصة الرحمة على النظام العالمي القديم ليعلن مولد النظام الجديد، وكما تراه روسيا وحلفاؤها. قد تكون الصورة الذهنية لكثير من البشر عن الحرب العالمية الثالثة بأنها معركة تخاض بالنووي وأسلحة الليزر والفضاء، وأنها ستكون حربا ناهية لا تبقي ولا تذر، لكن قد يفاجئنا المستقبل بحرب من نوع آخر، ستكون كونية وعالمية نعم، لكنها قد لا تخاض بالأسلحة التقليدية أو بالطرق القديمة، وقد تكون هذه الحرب تكنولوجية أو اقتصادية أو بسلاح جديد لم يتم اختراعه أو تطويره بعد، ليكون سلاحا كما هو حال الذكاء الاصطناعي.
وبغض النظر عما سيكون عليه شكل هذه الحرب، إلا أن الثابت هو أنها قادمة لا محالة. فربع قرن عمل فيه بوتين وفق منهج واستراتيجية بالتأكيد ينتظر منها قطف الثمار، وهذه الثمار يراها بوتين قريبة ولكن ليس وحده، فحتى خصمه في واشنطن بات يراها أقرب من أي وقت مضى، بدليل الأخبار المتواترة من الغرب والتي تقول إن أمريكا أعادت الزج بقوتها في دعم كييف والأوكرانيين مع قرب إعلان القيصر الروسي نصره، وكذلك مع إعادة خارطة انتشار النووي في دول الناتو. وهو تصعيد كبير يشي بأن واشنطن استشعرت اقتراب الموعد النهائي للحرب، والتي كما ذكرنا قد لا تكون تقليدية أو كما نتخيلها، لكنها ستكون مفصلية وفارقة، ففيها سيعلن تنصيب موسكو من جديد على قمة العالم ومعها دول أخرى كالصين، كما فيها قد تنقلب الموازين ويصبح الضعيف قويا والقوي ضعيفا، ولا أحد يعلم حتى الآن التفاصيل النهائية لشكل العالم الجديد بعد تغير النظام العالمي القديم، لكنه بالتأكيد لن يجعل العالم وخارطته كما كان عليه الوضع في السابق. وهذه معركة بوتين التي أعلنها منذ تسلمه السلطة، ولأجلها حشد حلفائه في دول المحور الجديد الذي يسميه الغربيون محور الانقلابات، في حين يسميه من فيه بأنه محور التغيير القادم لا محالة، ولعله بات وشيكاً.